مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من قناة أحموس. من بداية شهر رمضان لحد إجازة العيد، البورصة المصرية هبطت بنسبة 13% والبورصات الخليجية كان أداءها أقل من المتوقع، وهذا طبعا معناه خسارات كبيرة للمستثمرين بالبورصة. وبعد العيد متوقع البورصة المصرية تعمل قفزة كبيرة، وإذا أنت مستثمر وقلبك على مصاريك اللي خسرتهم فحابب بشرك إنه إن شاء الله بعد العيد حتعوض خسارتك وتحقق مكاسب. العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية محمد حسن قال إنه الهبوط بالبورصة المصرية سبب موجة التضخم الشديدة، وإنه مع صدور البيانات الأمريكية واستقرار أسعار الفائدة البورصة المصرية رح تحقق مكاسب ضخمة، خصوصاً إنه خلال الفترة القادمة رح تتوجه للانخفاض. وأكثر القطاعات يلي رح تحقق مكاسب بمصر بحسب محمد حسن هي القطاع العقاري وقطاع البنوك والخدمات المالية. وبدول الخليج أكثر القطاعات يلي رح تحقق مكاسب هن قطاعات البتروكيماويات والأسمدة والبترول. وكبير الاقتصاديين بشركة بايونير لتداول الأوراق المالية الدكتور عبد الحميد إمام قال إنه بيتوقع إنه الاستفادة الكبرى تكون لقطاع البنوك، والسبب هو القرارات الاقتصادية الأخيرة برفع الفائدة، وهذا يلي رح يجذب المستثمرين لحتى يحطوا أموالهم بالبنوك، خصوصا مع استقرار سعر العملة وحل مشكلة السوق السوداء، لأنه بنفس الوقت الفائدة الأمريكية رح تنخفض، وهذا اللي معناه انخفاض كبير بوتيرة التضخم وتحقيق مكاسب أكبر. وأشار إنه مكاسب القطاع العقاري السعودي والإماراتي هن رح يكونوا الأكبر ببورصات دول الخليج، خصوصا بعد صفقة رأس الحكمة وتوجه الشركات الخليجية للاستثمار بمشاريع سياحية بالخارج، وهذا اللي رح يزود من قيمتهم ويخلي القطاع يحقق طفرة. وطبعا هذا الكلام بأيده خبراء كتير غير اللي أنا ذكرتهم، وفي منهم قالوا إنه قطاع البترول الكيماويات الخليجي متوقع يحقق مكاسب أكثر من 50%، بينما قطاع العقارات والبنوك بمصر رح تحقق صعود بنسبة توصل ل 65%. وفي إجماع من الخبراء أنه أنسب وقت للاستثمار بالبورصات العربية رح يكون بالسنين القادمة، لأنه خلال سنوات متوقع سوق الشرق الأوسط يكبر ويحقق طفرات ضخمة، خصوصا بدول مثل مصر والإمارات والسعودية. ورح يظهر عدد كبير من الشركات الجديدة يلي قيمتها أكبر من مليار دولار. وعلى المدى المتوسط والبعيد أفضل شركات للاستثمار هي شركات التكنولوجيا، لأن رح تقود الطفرة الاقتصادية المتوقعة بالشرق الأوسط. لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا. إذا عجبتك الحلقة لا تنسى تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتشيرها مع رفقاتك، وتكتب لنا بكومنت شو حابب نحكي لك الحلقة الجاية.